السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، درس جديد بعنوان النجوم والكواكب في المادة الشيقة والممتعة ومادة المعلومات وهي مادة العلوم. كلنا طبعا بنعرف ان احنا بنعيش على سطح كرة ضخمة تسمى الأرض، والتي تسبح في فضاء فسيح يسمى الكون. يبقى الكون أكبر من الأرض، ونعرف إنه في حاجة اسمها مجرات، والكون ده بيبقى فيه مجرات، والمجرات بيبقى فيها كواكب شبه الأرض والمريخ، وبيبقى فيها نجوم شبه الشمس. عندما يقف أي منا في مكان واسع ليلا وينظر وهي صافية خالية من السحب، فإننا نرى أجساما منتشرة في السماء تتميز ببعض الصفات، وهي مضيئة، أجسام ذات أحجام مختلفة تبدو صغيرة لبعدها في السماء. هذه الأجسام تسمى النجوم، أي أن النجوم هي أجسام مضيئة ذات أحجام مختلفة توجد في الفضاء. علل: تبدو لنا النجوم صغيرة الحجم جدا. ليه؟ ذلك لأنها تقع بعيدا جدا جدا عنا. المجموعة الشمسية تتكون من الشمس، هي مركز المجموعة الشمسية ونجم مضيء، وهو أقرب النجوم للأرض، عشان كده هي كبيرة. تبدو الشمس كبيرة الحجم عن باقي النجوم. ليه؟ لأنها قريبة جدا وهي أقرب النجوم لينا. الكواكب هي أجسام معتمدة دور حول الشمس في مدارات محددة، عددها 8 كواكب، يبقى عدد الكواكب 8، وهي مرتبة حسب بعدها عن الشمس كالآتي: عطارد أقرب الكواكب للشمس، زهرة تاني كواكب بعدا عن الشمس، الأرض تالت كواكب بعدا عن الشمس، المريخ رابع كواكب بعدا عن الشمس. دي بقى الكواكب الخارجية. المشتري أكبر الكواكب حجما، وزحل سادس الكواكب أو خامس الكواكب في الترتيب بالشمس، وأورانوس سادس الكواكب عن الترتيب بالشمس عن بعد عن الشمس، ونبتون آخر كوكب في المجرة، حيث أن أقرب الكواكب من الشمس هو عطارد وأبعدها نبتون. أكبر الكواكب هو المشتري وأصغرها حجم هو عطارد. الأقمار هي توابع تدور حول بعض الكواكب، سوف نذكرها لاحقا. يبقى الأقمار هنذكرها امتى؟ لاحقا، يعني كمان كده لما شوية، لما الدرس يزيد ونفهمه أكتر. وفي البداية تذكر أن القمر هو جسم معتم يدور حول الكواكب الأرض ويعكس ضوء الشمس الساقط عليه لنراه منيرا. تذكر أن كوكب عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس ولا يدور حوله أقمار. كوكب الزهرة أجمل الكواكب ولا يدور حوله أقمار. كوكب الأرض هو الذي نعيش عليه ويدور حوله قمر واحد. كوكب المريخ يسمى بالكوكب الأحمر ويدور حوله قمران. كوكب المشتري أضخم الكواكب ويدور حوله 62 قمر. كوكب زحل توجد حوله حلقات ملونة ويدور حوله 60 قمر. كوكب أورانوس هو الكواكب الباردة ويدور حوله 27 قمر. كوكب نبتون ويسمى بالكوكب الأزرق ويدور حوله 13 قمر. نفهم، نتعلم ببساطة.